وسط دعوات شعبية إلى ضرورة الابتعاد عن المحاصصة، استقبل رئيس الوزراء العراقي المنتهي ولايته حيدر العبادي رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة عادل عبد المهدي، وذلك بعد دعوة الأخير للعبادي إلى تقديم الدعم والمشورة لإنجاز مهام الحكومة في المرحلة المقبلة. وبحسب بيان لمكتب العبادي، جرى خلال اللقاء مناقشة تشكيل الحكومة المقبلة وتحدياتها وأهمية توحيد الجهود لإكمال ما تحقق من إنجازات في جميع المجالات والتأكيد على البرنامج الحكومي المقبل ودعم الحكومة المقبلة لتقديم كل ما يخدم تطلعات المواطنين. في الأثناء كشفت كتلة تحالف سائرون النيابية التي يدعمها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عن دعمها الكامل لعادل عبد المهدي بتكليفه بتشكيل الحكومة المقبلة، فيما دعته لاختيار كابينته الوزارية بطريقة مهنية بعيدا عن الضغوطات السياسية والحزبية. من جهته دعا القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي باقر الزبيدي رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي إلى تشكيل حكومة وطنية مؤيدة للإصلاح وعابرة للطوائف وتستند إلى تعاون الشراكة بين مختلف المكونات. كما طالب الزبيدي رئيس الجمهورية الجديد برهم صالح بالحفاظ على وحدة العراق والالتزام بالدستور العراقي، مؤكدا أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر جميع الجهود من أجل النهوض بالعراق لمرحلة جديدة.